الو، ايه يا ماما؟ يا ماما بصي بصي لي هنا، انا هنا يا ماما. يا ماما بصي في الشاشه يا حبيبتي، انت بتبصي فين؟ يا لهوي يعني انت بتبصي فين؟ بصي لي بصي لي، انا هنا انا هنا. ارفعي التليفون فوق، ارفعي التليفون فوق، انا في الشاشه انا في الشاشه. انت حاطه التليفون في مناخيرك ليه؟ طيب ايوه انا هنا انا هنا، بصي لي. يا ماما. ايه يا شيمو يا حبيبتي؟ ايوه بصي لك فين؟ طيب انت انت فين بالظبط؟ انا مش عارفه انت فين. مناخيري مناخيري مال التليفون في استني استني، انت اهو 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 يا حبيبه ماما، وحشاني وحشاني والله. ان كان علي انا عايزاك تكوني عايزاك عايزاك تكوني هنا. لا والله لولا الحظر، لولا الحظر يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ عامله ايه واخبارك ايه؟ طمنيني طمنيني يا حبيبتي. دول لا بصي لي بصي لي، بقول لك انا 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 انا, أنا هتجن يا ماما، هتجن والله من القعده هتجن. انا حاسه ان انا متغيره. والله حاسه ان انا متغيره. بص هقول لك انا ما بقتش احس، انا ما بقتش احس غير بالاكل والنوم، وبقيت الاحاسيس التانية خلاص اتعدمت من عندي. انا مش عارفه في ايه. طيب لا عبدو اطفي يا عبدو البوتاجاز، يا عبدو يا ابو شيماء يا لهوي. استني يا بنتي اقفل البوتاجاز عشان الرز هيتحرق، مش هنلاقي حاجه ناكلها. لهوي يعني رز ايه اللي يتحرق؟ رز ايه اللي يتحرق يعني؟ انا اكلمك ها تقومي تقولي لي الحق يا عبد الرز هيتحرق. ما تسيبك منها يا بابا، رز ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ انا بقول لك الاكل وبتاع وتقولي لي الرز يتحرق. وكمان حكيمين، تبصي حكيمين انت عامله زي مصطفى جوزي، ها نايم ومديها صرمه ومديها طناش، ولا بيسالني ولا عايز يحل لي مشاكل. بقول لك ما عادش بحس باي حاجه، الاحاسيس من عندي اتعدمت ها اتعدمت. وانت شايفه الموضوع عادي ومطنشه وبتقولي لي الحق الرز يا عبد. يا لهوي يعني يا لهوي يعني يا لهوي. اهدي يا شيمو، في ايه يا شيمو؟ الرز هيتحرق. اهدي يا حبيبتي انت لسه صغيره على الضغط والسكر. اصبري اصبري، طنط كوثر بعتها وصفه عشان الكورونا تروح. استني هدخل اشوف طنط كوثر بعتها ايه. استنى اما اتكى فين؟ طيب اتكى فين؟ ايه ده؟ ده حتينه مش عارف اللي انت عاملاه ده. شكلك مسخره. اللي انت عملتيه ده انت ما دخلتيش تشوف طنط كوثر بعتها لك؟ انت لعبت في الافكتات يا ماما. خرب بيت كده. ده ايه ده؟ ايه ده يا بنتي ده؟ لا 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 لا، ايه ده؟ إيه ده جه منين ده يا حبيبتي؟ الحقيني اشيله ازاي ده؟ طيب تحفه والله انت تحفه. بنتي اللي انت عملتيه ده احي انا ايه ده يا بنتي ده؟ ايه ده؟ شيلي شيلي، امسحي امسحي امسحه ازاي ده؟ انا كنت رايحه طنط كوثر. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب ده؟ إيه انت جايباني تهزقيني هنا؟ ايه ده؟ قطه في قطه 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 يا بنتي كلب، انت جايباني قطه؟ تعالى ده اثبت على ده، شكلك حلو قوي بتاع شكلي. استني هاخدك سكرين شوت. استني خليك عند. لا 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 لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ده لا حول ولا قوه الا بالله. وش يا بي؟ ايه ده بيروح وبيجي؟ طيب لا حول ولا قوه. انت جايباني تهزقيني هنا؟ ها انت جايباني تهزقيني يا بنت الكلب؟ يا بنت الكلب اللي ما شفتيش تحت تربيه يا بنت الكلب. حد سامعني؟ ها حد سامعني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا فين؟ ارجع لقبله، ارجع لقبله اللي قبله. شكله حلو عليك، لا شكلك حلو في البرتقاله والله. اصبر اصبر، انا بقيت برتقاله. يخرب بيتك بتضحكي عليا؟ بتضحكي يا بنت الكلب؟ بتكلميني عشان تضحكي عليا يا بنت؟ بتضحكي عليا يا بنت الكلب؟ انا غلطان؟ ده انت ليه اللي جابوكي زرقاء؟ ده انت لو جاتي لي والمصحف لا 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 حطاكي في شوال يا بنت الكلب. يا بنت الكلب انا لا 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 خليك حالي، خليك حالي. ده حلو يا انا مش انا اللي عامله، انت اللي عامله. انا مش انا والله. غلطان، مع السلامه يا بنت الكلب.